السلام عليكم خوتي المغاربه. في الحقيقه انا راه كانت عذب وكانت الم ملي كنشوف الوالده ديالي في السبيطار، نهار على نهار كتزيد تطيح ونهار على نهار كتزيد تالم بداك الجرعه. خويا راه الله حتى واحد ما غيعرف الوضع ديالي محدو ما داز من هاد التجربه. خويا انا حاليا كاين في مستشفى 20 غوش مع الوالده ديالي اللي تصابت بمرض السرطان اللي سميتو لوكيميا. وخويا كان مروا بظروف صعيبة جدا حيث التكلفة ديال العلاج غالية، طلبوا لنا الدواء غالي كيدير 10000 درهم ودويت بزاف اخويا والتحاليل، وكنجيبوا لها الدم مركز ديال التحقن ديال الدم. وراه الله يجازيكم بخير اخوتي، انا كنطلب من المحسنين والجمعيات اللي دايراهم لالا سلمات يعاونونا الى شافوا هذا الفيديو. والله يجازيكم بخير اخوتي، انا في الاول كنت كنباس هنايا في الجرده اخويا واخوتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.